السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. والمحم ترشد موارد ومؤسسات الشعب الموريتاني تعتبر المستفيدة الوحيدة من التعديلات الدستورية المرتقبة وإن المأموريات مستمرة. صحفيو موريتانيا يصوتون لاختيار نقيب لصحافة من بين المتنافسين على رئاستها للسنوات الثلاث القادمة. الإعلان عن تأسيس ائتلاف للدفاع عن الدستور الغيني ومؤسس الائتلاف يدعو كوندي إلى احترام الدستور. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيدي محمد المحم إن التعديلات الدستورية المرتقبة الهدف منها ترشيد موارد ومؤسسات الشعب الموريتاني وإنها لا تتضمن أي مصلحة ذاتية أو شخصية. وأضاف المحم خلال لقاء لتجمع أطر التعليم الأساسي والثانوي والفني للحزب بنواكشوط أن المسيرة لن تقف عند حد إنجاز التعديلات الدستورية وإن المأموريات ستستمر في إطار التعديلات الدستورية. ما فيها غاية الحد، حكومة ما يستفاد منها، رئيس ما مستفاد منها، الأغلبية ما يستفاد منها، ما فينا حد مستفاد منها. ما استفادة واحدة هي ترشيد موارد الشعب الموريتاني وترشيد مؤسساته وتكريس نظام الديمقراطي وتعزيز وتقويته لا أقل ولا أكثر. يخليني ذي الصورة وهل إمران هذه بتعودة اللي عاد فيها نسلم الوضوح والخاص في دور يضاح لكم من خلال بعادات الحزب اللي مع عبد الموريتاني كاملة والإخوة واضح أنهم يدوروا الصورة واضحة لهم يدوروا يوضحوا لكم لكن ما قدرت نوضح لهم ما قدر على ذلك. طالبوكم أنكم تشتغلوا معهم على هذا وأن هذا الخطاب يوصل إلى كل أسرة وكل بيت وكل ركن من أركان البلد اللي هو كل زاوية يوصل لهذا الخطاب اللي هو ومتأكدين ان هذا ما هو راي مسيرتنا ما هي واقفه عند نجاح التعديلات الدستوريه، راي مسيرتنا ما زالت مستمره ومستمره وراهم هذا قد مأمورياتنا ما زالت مستمره ومستمره باذن الله تعالى. شاكركم جزيل الشكر والسلام. وفي شان منفصل وتعليقا على حادث عضو مجلس الشيوخ الموريتاني محمد والغدة، قال والمحم ان التلبس بالجريمه كان قائما وإن الحصانة ستسقط في حالة تلبس داعيا المعارضة إلى امتلاك الجرأة لمواجهة الشعب الموريتاني بعكس ذلك. وعبر المحم عن تعاطف الاتحاد من أجل الجمهورية والأغلبية مع الضحايا وذويهم معبرا عن الاستعداد للاعتقال في سبيل حصولهم على حقوقهم. هذه الحالات سنتين ما بمرقاش قد يقول إن حالة التلبس في الحادث الأخلق ما هي قائمة ولا فهم حد قد يقول ان في حاله التلبس ان الحصانه موجوده. يقولوا نبقيهم يعزموا على يواجهوا بها الشعب الموريتاني يواجهوا بها اصلا البلاد غير يواجهوا بها المشكله. من يعود هذا هو الخالق والحادث ما مهم فيها اربع ارواح. فهمتم؟ قامت الغرفه وجمعت وصوتت ورفعت الاعتقال. قامت السلطه القضائيه والتنفيذيه واستجابت تلقائيا. أنا أتم احترام المصطلح بالكامل. يغير بقى شيء بقينا نحن في الدفاع عن ملوك الناس الضعاف المظلومين وهم اللي حاسين بآلامهم ومتعاطفين معاهم ومن ذي البلد اللي نقدم لهم كامل التعازي ومن ذي البلد اللي هو نعلن لهم تعاطفنا حزب اتحاد مجلس الجمهورية مع الضحايا ومع ذويهم وتعاطفنا معاهم كأغلبية وأن المهم عندنا هو مسهب لأي مصطلح أخر ومستعدين من يعود ذيك الروايه ذيك هي افهمهم ان نعودوا كاملين في المعتقل نعودوا كاملين في المعتقل الين يضاح امورهم ويقبلوا حقهم. بدا المئات من الصحفيين الموريتانيين في التصويت لانتخاب نقيب لصحافه يتولى قياده النقابه خلال السنوات الثلاث القادمه ويتنافس على النقابه مترشحان هما النقيب المنتهية ولايته أحمد سالم المختار سالم وعضو المكتبة التنفيذية المنتهية المأمورية محمد سالم الدا وسط دعوة من بعض الصحفيين إلى مقاطعة الانتخابات أو التصويت بالحياد. انطلقت في العاصمة نواكشوط النسخة السابعة من المهرجان الوطني للمسرح المدرسي
وقال رئيس جمعية المسرحيين الموريتانيين بابا والميني إن المهرجان يسعى بهدف إلى تربية موازية تستغل فراغ التلاميذ وتوظيفه لخلق جو تمسك بوطني، مضيفا أن المهرجان يسعى بهدف خلق تربية موازية تستغل فراغ التلاميذ وتوظيفه لخلق جيل متمسك بوطنه، مضيفا أن المهرجان لا يقل أهمية عن مهرجان المدن القديمة حيث يدافع عن مستقبل موريتانيا داعيا إلى الاهتمام به. إن مهرجان المسرح المدرسي هو تظاهرة فنية هدفها خلق تربية موازية تستغل فراغ التلاميذ لتوظيفه في فنون تجسد الغذاء الروحي الذي لا يمكن الاستغناء عنه، لأنه ضرورة حتمية لخلق جيل متمسك بوطنه يفديه بالمهج. وإن هذا المهرجان الذي حضره الآلاف خلال دوراته السابقة وتابعه جمهور واسع وبات مشهوداً له بالحرفية لا يقل أهمية عن مهرجان المدن القديمة. وإذا كان مهرجان المدن القديمة يحافظ على الماضي المجيد للأمة الموريتانية، فإن المهرجان الوطني للمسرح المدرسي هو الآخر يدافع عن مستقبل موريتانيا، لذلك وجب الاهتمام به. إن مهرجان المسرح المدرسي يدافع عن مستقبل موريتانيا الجديدة، لذلك وجب الاهتمام به أكثر. أشادت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ميمونة بنت تقي بدور المهرجان المسرحي المدرسي في صقل مواهب الأطفال وتكوينهم، معتبرة إياه فرصة للتكوين على أهمية المشاركة في بناء الوطن. تيزا الفرصة لأعرب عن امتنان وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة لمنظم المهرجان لما له من أهمية في صقل مواهب الأطفال وتهيئتهم وتكوينهم وتدريبهم على التدخل أمام المجتمع، وهذا في حد ذاته هدف سامي. كما أننا نعتبر أن المهرجان فرصة لا تعوض لبث الوحدة بين الأطفال وتكوينهم أيضاً على أهمية المشاركة الدائمة في بناء الوطن والتحسيس عموماً، تحسيس جميع المواطنين على المسائل التي تهم الأطفال خاصة في هذه الفترة. عندما عرض علينا المنظمون موضوع الحلقة وهو موضوع هذا المهرجان أساساً وهو خطورة تداول المخدرات في المجتمعات، أعربنا عن دعمنا التام له لأهمية تحسيس جميع المواطنين أن الأمر يبدأ من الطفولة، ولا بد أن يعي الأطفال وأهاليهم خطورة تناول المخدرات وخطورة تعاطيها وخطورة المتاجرة بها. قال وزير الشباب والرياضة محمد والجبريل إن الوزارة تدعم المسرح المدرسي سعيا منها إلى الإسهام في غرس القيم التي تحافظ على سلامة الطفل. وجاء تصريح الجبريل في كلمة ألقاها خلال مهرجان افتتاح النسخة السابعة من المهرجان السنوي للمسرح المدرسي. نحن في وزارة الشباب نعتبر أن المستقبل يتم تحضيره من الآن، وبالتالي جميع الأنشطة التي يقوم بها المهرجان لها دور كبير في إعداد مستقبل وبناء مستقبل مشرف لأبناء الوطن. وبالتالي تدخلنا هذه المرة لنعرب ولنعلن أنه انطلاقا من هذه السنة ستشارك وزارة الشباب والرياضة في دعم المسرح المدرسي، وهو الهدف الذي من خلاله نريد أن نساهم في غرس القيم التي من شأنها أن تحافظ على بناء إنسان موريتاني سليم من صغره، والمسرح يمكن أن يلعب دورا كبيرا في هذه العملية. وبالتالي مرة أخرى أتقدم بجزيل الشكر إلى الهيئة المنظمة. قال المخرج السينمائي سالم دندون المهرجان السنوي للمسرح المدرسي يعتبر موعدا سنويا هدفه إعلاء راية أبي الفنون، واعتبر دندو
إن دور المسرح في تربية الأجيال وصقل مواهبهم والرقي بهم من عبر هذا الفن الراقي. أول أردنا لهذا المهرجان أن يكون موعداً سنوياً نلتقي فيه على مائدته العامرة بما لذ وطاب من القول والفعل والحركة الطافحة لمعاقرة خمر الفن والجنون وآيات الإمتاع والمؤانسة، موعداً نعلي فيه راية أبي الفنون، ونبني صروح الجمال، ونهدم متارس القبح وتماثيل التيه، موعداً نبذر فيه البسمة، موعداً نبذر فيه البسمة في قلوبكم والمعنى في عقولكم، ونربي الأمل على محيط أجسادكم. إنه موعد للحج الأكبر نحو مزار الفن المقدس، اعترافاً منا بسطوة المسرح وسلطويته وكبريائه. أعلن غينيو في المهجر عن تأسيس ائتلاف يسعى للدفاع عن الدستور، وفرض رئيس البلاد ألفا كوندي على عدم تعديله من أجل ترشح لمأمورية رئاسية ثالثة، ودعا الائتلاف رئيس المحكمة الدستورية ونواب الجمعية الوطنية إلى الوقوف في وجه أي تعديل من شأنه إبقاء كوندي في السلطة بعد 2020. نتابع المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. الإعلان عن ائتلاف للدفاع عن الدستور بجمهورية غينيا كوناكري أطلقه غينيون يقيمون بثلاث قارات هي أوروبا وأمريكا وإفريقيا بسند سياسي وشعبي داخلي، ويسعى الائتلاف إلى فرض رئيس البلاد ألفا كوندي الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي على احترام الدستور وعدم تعديله من أجل الترشح لمأمورية رئاسية ثالثة، وذلك طبقا للمادة 27 من دستور البلاد التي تنص على أن للرئيس مأمورية من 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ودعا الائتلاف رئيس المحكمة الدستورية في البلاد ونواب الجمعية الوطنية إلى رفض إجراء تعديل للدستور، معتبرين أن ذلك من شأنه أن يغرق البلاد ويدخلها في فوضى غير محسوبة العواقب. وكان مدونون من غينيا كوناكري قد أطلقوا قبل شهرين موقعا على شبكة الإنترنت يتعقبون من خلاله وعود رئيس البلاد ألفا كوندي وحكومته منذ وصوله السلطة، وقد وصلت الوعود وفق المدونين 415 وعدا، 262 منها أطلقها الرئيس في مناسبات مختلفة ولم يتم تنفيذ أغلبها. ويحكم كوندي غينيا كوناكري منذ عام 2010، وأعيد انتخابه لمأمورية ثانية عام 2015، وهو يعتبر أول رئيس غيني ينتخب ديمقراطيا منذ استقلال البلاد عام 1958. ويسعى كوندي إلى المحافظة على رصيده الشعبي، فقد أقال مؤخرا 3 من وزراء حكومته إثر إضرابات أغلقت على إثرها المدارس على عموم تراب البلاد، غير أن المعارضة تخشى من أن يغير كرسي الرئاسة من كان يوصف بالأمس القريب المعارضة التاريخية فيغير الدستور للمكوث أطول على طريقة عدد من نظرائه في القارة. إلى الشأن الفلسطيني، حيث مهدت قوات الاحتلال لفعاليتها الاحتفالية بذكرى ما تسميه يوم توحيد أورشليم، مهدت لتلك الفعاليات باستعراض ضوئي في سماء القدس المحتلة شمل رمزا عدديا يحمل الرقم 50 في إشارة إلى مرور نصف قرن على سيطرة الاحتلال الصهيوني على الشطر الشرقي من المدينة المقدسة. نتابع. بعدما تبرت ما علت من أرضها، ابتغت قوات الاحتلال في سماء القدس لوحة استعراض عليها ترسم بالألوان الضوئية شعارات منكرة مما دنست به تراب المدينة المقدسة الطاهرة منذ 50 عاما.
يد التحريف التي تناولت بالتهويد سماء البلدة القديمة أضافت إلى النجم السداسي في لوحتها الشائهة رمزا عدديا هو الرقم 50 في إشارة استفزازية إلى ذكرى احتلال الشطر الشرقي من القدس الشريف، الاحتلال الذي يسميه العدو نكاية يوم توحيد أورشليم. ووفق متسرب المعلومات فإن مركز ثقل الفعاليات الاستعراضية تنوء بعبئه منطقة الشيخ جراح تلة ذخيرة وأراضي قرية لفتة المهجرة وأديم الكنيسة الأرثوذكسية غربي القدس المحتلة، كما يغص به مقر البرلمان الصهيوني الكنيسة. رسالة الاستعراضية التي تقطر من طقوس العرض الضوئي تمد بسبب إلى مسلسل العربدة الذي تناول بالتهويد والطمس والهدم والمصادرة والإغلاق 43 مسجدا عدا الأقصى منذ وضع الاحتلال الصهيوني يده على القدس. الشارع المقدسي قرأ في الخطوة الاستفزازية رسالة إلى السائح والزائر تحمل سطورها إيحاء خبيثا بأنه لا يوجد سكان أصليون للقدس وأنها مدينة إسرائيلية ضمن مخطط تهويدي يطعن المدينة المقدسة في هويتها ويصادر فيها صفحتي الوجود الإسلامية والنصرانية حسب رأي الساكنة العربية. هي إذن بقية مما ترك انتحار النخوة العربية تبوء به ذاكرة 50 سنة شهباء تدور فصول مراوحتها حول محورين رتيبين، عيون شعبية ترحل إلى القدس كل يوم وأخرى رسمية ينظر أصحابها إلى المدينة المحتلة وهم لا يبصرون. نهاية نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. والمحم ترشيد موارد ومؤسسات الشعب الموريتاني تعتبر المستفيدة الوحيدة من التعديلات الدستورية المرتقبة وإن المأموريات ستستمر. صحفي موريتانيا يصوتون لاختيار نقيب لصحافة من بين متنافسين على رئاستها للسنوات الثلاث القادمة. الإعلان عن تأسيس ائتلاف للدفاع عن الدستور الغيني ومؤسس الائتلاف يدعون كوندا إلى احترام الدستور. يمكنكم مشاهدة الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة 9 نشرة إخبارية مفصلة بحول الله. دمتم في أمان الله.